رش 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 انا رش بس الو مرحبا وحياتك بدرش بيتي بيتي طابقين نعم تقريبا 300 متر ضد شو بدرشه ضد الحشرات يعني كل انواع الحشرات يعني نمل صراصير عناكب كمان ام 44 احسن قديش بيكلفنا الرش العمليه قديش بتكلفنا عمو المعروف 300 دولار اف مش كتير شو الدواء بلا ريحه وفعال مكفول عسنة كتير منيح طيب استاذنا الكريم في مجال تجي ترشلنا البيت اليوم اليوم صعبة بس يعني معلش بلا مؤاخذة منك يعني فيك تعملها يعني خدمة معنا وتجي على البيت ترشلي بيت عمول معروف اليوم لانه رشة البيت فيها قصة حياة او موت كيف انا رح اقول لك كيف مجوز حضرتك شو يا فادي؟ هي ساعة جاية هيدا تبع الرش صار واصل صار واصل هو وعدني انه رح يجي وإذا ما صدق يا فادي بركي ما اجا بلا بلا رح يصدق رح يجي طولي بالي مش اللي ما اكد لك هي لأنه وقت خبرته قصتي على التليفون شو؟ وصل 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 بصوك يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا استاذ فادي ما هيك؟ اي نعم حضرتك المعلم ايوب مظبوط اتفضل 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 يا اهلا وسهلا تاخرت كثير يا معلم قديش ساعتك؟ وحياتك يا مدام انا كرمال على معتر جاي ترش البيت لك شو شو؟ بطلع في عدا بلا ريحه بلا ريحه ايوب من هون من هون ولا كأنه رشين البيت عن جد شو هالدواء هيدا ما فيه ولا ريحة ولا شي طبعا لا دفعنا شوي زيادة بس قال المهم النتيجة أخذ كتير أنا بس ليكي نتيجة فعالة حقيقة النتيجة ممتازة لك أكيد شركة محترمة هيدا بعدين هيدا دواءهم مكفول لعشر سنين لقدام يعني هو بيناتنا نحنا كان لازم نعملها من زمان هيدا قصة الرشة فادي ما كان مفروض ننطر لحتى نشوف الثرثور مين أنا؟ الثرثور ثرثور؟ ولك دخل الشارع شو أنا؟ لك حياتي بما أنه الحشرات فليت والثرثور ما قال عليه شو رأيك لو منكفي أنا وياك قصة صندري وعروي؟ فهد ولك ما تقوليني فهد بهالطريقة يا عالم يا ناس يا هو ولك عادي خليك يوم انتوني سرسور لا بعاشنا